شاورما دجاج بخبز التوست المقلي. الصحة والعافية، مساء الخير عليكم، سعد الله جميع اوقاتكم. عندي خبز التوست بصلح فيه حشوة شاورما بالقطاعة هذه. التوست افرده بالعجلة، يصير خفيف، دهن بشوي جبن سايل او اي خلطة تحبونها، مايونيز مع كاتشب اي شيء. حطه على الآلة. عندي دجاج مشوي وشويته وقطعت قطع صغيرة، حطيت معه بطاطس مقلية في القلاية الهوائية نفس الشاورما. ناخذ القطعة الثانية نفس الشيء، نحط عليها شوي جبن سايل، نغطيها، نقطعها بالقطاعة. تنتقلونها في الزيت وفي القلاية الهوائية، تحطونها في الفرن على صاج أو تحطونها في بيضة وبقسماط وتقلونها. بعدين تفتحونها بالنص تجي زي الجيب، أو تخلونها قطعة كاملة، بس الأفضل تقطع عشان يكون حجمها أصغر. القطعة هذه تلقونها في المواقع، في شيء في تيك توك، في أغلب المتاجر تبيعها. نحط عليها من حشوة الشاورما. تكبسها لت بشكل مرتب، فيه نفسها مستطيل مربعة ودائرية. أنا بحطها في بيض بقسماط وبقليها في الزيت. عندنا بيض، فلفل أسود وملح، نخفقه زين، بعدين نغطي الخبز فيه في البقسماط. نغطيه في البيض وبعدين على البقسماط. على الزيت، ولو حابين في القلاية زي ما قلت تحطونه في القلاية أو على الصاج، ترى يصلح تحمرون تحمير على الصاج، تمسحون شوي زيت زيتون وتحمرونه على الصاج. نكمل نحط ان شاء الله في الزيت بعدين. بسم الله، سخنت الزيت، لما يتحمر ينتفخ الوجه تقلبون على الوجه الثاني. طبعا اللي في الفرن او في القلاية بيكون اصح، بس اللي في الزيت تعرفونه اطعم. بسم الله، انا راح اقصها مع النص، كل حبة متين. هذا التوست بعد ما خلص، كل حبة نقسمها بالنص بهذا الشكل.
بيجيكم كذا جاهزة محشية، تبون تحطون لها إضافات ثانية، جرجير، خس، طماطم، خيار، أو تخلونها زي كذا خلاص جاهزة للأكل. خلصنا شاورما الدجاج في التوست، بالصحة والعافية لنا وعليكم. صراحة معها خبز الشواية بالبيض المسلوق والجبن.